شكرا يا احمد. انا بس عايز اقول اللواء محمد قائد الجيش وليك يا احمد كرئيس هيئه هندسيه، احنا مهم قوي ان انا سمعت من محمد ان مهمه ازاله العبوات الناسفه والمتفجرات اللي موجوده، وانا مش عايز ان احنا نخسر حد تاني يعني. فانا يعني مش عارف يا محمد تاخده تمام الاول، عايزين شهر ولا شهرين يعني تخلصوا بيها مهمه الازاله دي بالكامل، ونقول ان احنا ازلنا تماما او يعني بنسبه 100% كلام اللي احنا، عشان بس ما فيش حاجه تحصل. فده اول نقطه بس عايزين ننتبه لها. النقطه الثانيه انا بس بقول للقياده العامه وبقول للهيئه الهندسيه ان الاولى للعمل معانا كل طبعا شركات المقاولات الموجوده في مصر طبعا، لكن الاولى طبعا هم الشركات ابناء سيناء يعني، على اساس ان هم طبعا لان طبعا هم اشتغلوا معانا في ظروف اصعب كتير وكانوا موجودين. صحيح معدلاتنا ما كانتش زي ما بنحلم، لكن ده كان طبيعه الظرف يعني، كان هو اللي فرض علينا. فان شاء الله هم الاولى طبعا في كل الاعمال اللي موجوده، وارجو ان احنا نعوض الكل اللي احنا كنا بنتمناه ونخلصه في اسرع وقت ممكن خلال فتره زمنيه قليله. ان شاء الله نطمن الاول ان احنا عمليه ازاله العبوات الناسفه والمتفجرات اللي كانت موجوده في حتت كتير يعني، ونطمن انها بقت تمام، ونكمل شغلنا اللي يخلص نخش نشتغل فيه ونبتدي نعمل فيه شغلنا. النقطه الثالثه احنا بنتكلم في تخطيط اتعرض علينا دكتور مصطفى وهيئه المجتمعات ووزاره الاسكان ووزاره النقل ووزاره الري ووزاره الزراعه، كل الوزارات كانت مشتركه معانا في الموضوع دوت. احنا بنتكلم على تخطيط يعني بقوله لكل المصريين، مش تخطيط متواضع يعني، لا لا، احنا بنتكلم لما دكتور مصطفى بيقول هنا 600 700 الف فدان اجمالي الاراضي الزراعيه اللي المفروض ان احنا نتمنى ان على اخر السنه دي، مش كده يا احمد؟ على اخر السنه دي، على اخر السنه دي تكون المايه موجوده سواء من المحسمه او من محطه بحر البقر، والخط البث الناقل ده اللي كان احنا عايزين نشتغل نخلصه في اسرع وقت ممكن دلوقتي ما بقاش في مشكله.